وماله ممكن السلام ده القاضي قد سماعات والله العظيم القاضي القاضي بيفهم ناح النوح والنواح على بار تحاح النطاح ناح النواح النواح على بار تحاح النطاح والبقرة حلوب حاحة تحلب انطار حاحة لكن مسلوب حاحة من اهل الدار حاحة والضرب صحاب حاحة وحداشر باب حاحة غير السراديب حاحة وجحور الديب حاحة ناح النوح والنواح على بقرة حاح النطاح ناح النواح على بقرة حاح النطاح والبقرة حلوب تحلب انطار لكن مسلوب من اهل الدار والضرب صحاب حاح وحداشر باب غير السراديب وجحور الديب وببان الدار حاحة واقفين زنهار وببان الدار واقفين زنهار وفي يوم معلوم عملوها الروم زقوا الترباس هربوا الحراس دخلوا الخواجات حاحة شفطوا اللبنات حاحة دخلوا الخواجات حاحة شفط اللبنات والبقرة تنادي وتقول يا ولادي والبقرة تنادي وتقول يا ولادي ولاد الشوم رايحين في النوم البقرة انقهرت في القهر انصهرت وقعت في البيت سألوا النواطير طب وقعت ليه وقعت من الخوف الخوف يجي ليه من عدم الشوف وقعت من الجوع ومن الراحة البقرة السمرة النطاحة وقعت من الجوع ومن الراحة البقرة السمرة النطاحة ناحت مواويل النواحة على حاحة وعلى بقرة حاحة